أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تغريدة داعية للحفاظ على نظافة لبنان الشهير الشهر الماضي كانت سببا خلال يومين في إنشاء جمعية تطوعية بيئية. هذه هي قصة مؤسسة GEM التي جمعت عشرات الشباب الطامحين في رؤية شواطئ بلادهم أنظف. هذا السبت ستقوم هذه الحملة GEM بتنظيف شاطئ عام في مدينة الصور، ودعت عبر فيسبوك وتويتر كل شباب لبنان من الراغبين في التطوع إلى المشاركة في الحملة. الشباب اللبناني حي عبر مواقع التواصل مبادرة المؤسسة، وأعرب المئات عن رغبتهم ونيتهم بالمشاركة في حملة تنظيف شاطئ صور. للحديث أكثر عن جهود متطوعي مؤسسة GEM الطامحين لتنظيف شواطئ لبنان ودور مواقع التواصل في هذه الحملات البيئية، تنضم إلينا من بيروت رايان خاتون، متطوعة ومؤسسة جمعية GEM البيئية. يعني طمنينا رايان، وين وصل عدد المتطوعين وهل التغريدة جابت نتيجة؟ نعم، مرحبا. أول شيء مرحبتين. التغريدة اللي نزلناها من 3 جمعة تقريباً جابت نتيجة كتير كبيرة الصراحة. فنحن كنا حاكين حتى على مواقع التواصل إنه أول فترة كنا يمكن أول يومين كنا 20 شخص، وهلأ وصلنا بال100 شخص بالجروب هو ذاته. ما بعرف شو منتوقع نهار السبت بصور، عشان ما بقى عم نقدر نلحق نعد العالم يلي عم يتبرعوا بوقت نهار السبت. على الفيسبوك عنا يمكن 50، أكثر من 50 متطوع، وتويتر هلأ العالم كمان عم تعطي وقتها، بس مش عم تأكد أنه واصلة. بدنا ننزل نشوف السبت شو بصير. طبعا، لأنه راح يكون مقياس لاستمرار الحملة، لأنه أنتم نيتكم أنكم تمروا شاطئ شاطئ، فإذا ثبت نجاحها ممكن بالزبط تكملوا، ولا حتى لو أنت مكملة؟ لا، مكملين، ما حدا ناوي يوقف بالجم صراحة. هي أكتر من بس تنظيف شواطئ، يمكن هلأ بديت الخبرية بتنظيف شاطئ، بس عم نفكر بعدين كمان بالتوعية بالمدارس بالجامعات، الأولاد، خلي العالم تفهم أنه هيدي النفايات اللي عم نشوفها مش كلها جاي من البحر أو كلها عشان الناس عم بتكب بدون ما تفكر. في توعية بده يصير بالبلد، وهلأ وقته صراحة. ليه هلأ وقته يا ريان؟ البيئة عنا ما بقى هلأ وقته، لأنه زاد التلوث، البيئة عنا ما بقى تحمل. نعم، زاد التلوث بطريقة كتير قوية. في عنا أزمة بالنفايات، بعدنا ما عارفين كيف هالملف رح يتسكر. بنسمع عن مكبات وطريقة كيف بدنا نعالج النفايات. فخلينا نبلش ببيوتنا أول شيء. إذا نحن منبلش بالشواطئ ومنعمل اللي علينا، خلي العالم كمان تبدأ ببيوتها. في كتير حلول، بس العالم لازم تتوعى وتشتغل بهذا الموضوع. طيب، أنت كمؤسسة للجمعية، يعني يا ليت لو تحكينا دور مواقع التواصل. يعني مواقع التواصل مش شرط أنك بس جمعت المتطوعين، كيف برضو بتنشطي أو بتطوعي مواقع التواصل لخدمة قضيتك وفكرتك؟ نعم، مواقع التواصل هي الأساس بهذا الموضوع الصراحة. أول شيء مثل ما قلنا بديت على تويتر، بس هي أكثر من بس تغريدة وحدا يعمل ريتويت أو لايك أو يجمع أصحابه لننزل وننظف شط. هي عشان عم نقدر نوصل أفكارنا لعالم عادة يمكن ما منشوفها، ممكن بلبنان، برات لبنان، ناس عم تتنشط وتساعدنا. يعني امبارح تواصلوا معنا جرين بيس من اوروبا ليقولوا لنا كيف لازم ننظم حملاتنا وشو لازم نعمل وكيف نعمل مثل تدقيق بالنوع النفايات اللي عم نلاقيها لينعرف اي شركات هي المسؤوله عن هالتلوث على الشواطئ اللي قلنا. ففي ناس بكل العالم عم تتواصل معنا، وهذا الشيء سببه هو الفيسبوك والتويتر والانستغرام، يعني مواقع التواصل اكيد. هذا تواصل معكم طيب لاعاده باي نشاط؟ ايش حتسوي في كل الكميات اساسا لما نعمل؟
طبيعي نحن لما عم نلم اي نفايات من الشط عم نوزعهم على الشط، يعني البلاستيك لحال، الازاز لحال، وعم يتوصلوا دغري بنفس النهار على معمل لاعاده الريسايكلينج، يعني روعه بالمنطقه. اي لا ما في شيء رح يرجع على 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 مثلا مكب او على البحر، والا ما بنكون عملنا شيء. واضح، فالتفكير موجود، الفكره موجوده، والشباب موجودين وامثالك موجودين، واحنا بنتمنى ان النجاح دائما. ريان خاتون من بيروت، متطوعه ومؤسسه جمعيه جي اي ام البيئيه. شكرا. عفواً.